على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي، على درب الهدى أمضي وفي الجنات ميعادي، معي القرآن في صدري أرتله بإتقاني، وأنشر عطره الزاكي كما الريحان والكان. على درب الهدى والخير والإيمان بالهادي على درب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو علام الغيوب وهو أعز مطلوب وهو أشرف مرغوب، سبحان الذي بحبه تمحى الذنوب، وسبحان الذي تطمئن بذكره القلوب، وسبحان الذي طلب من كل مخلوق إليه يتوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأزال به الظلمة، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، قاس ولاقى وعانى صلاة ربي وسلامه عليه لا لشيء إلا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والغواية إلى نور التوحيد والهداية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرني وإياكم من النار، أمين. معاشر الإخوة الكرام، أنزل الله سبحانه وتعالى الفرقان، وأنزل الله سبحانه وتعالى كذلك جميع الكتب من قبله، وجعله خاتم الكتب السماوية والرسالات المنزلة، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله كذلك آخر الأنبياء والمرسلين، لتحيا هذه الأمة حياة سعيدة هنيئة، لتعيش البشرية في رخاء وهناء ودعة وراحة وطمأنينة. الله جعل جل وعلا جعل هذه الأمة بكتابها تحيا، وبكتابها تزدهر، وبكتابها تسمو، وبكتابها تعلو، وبكتابها تعيش الحياة الطيبة التي أرادها واختارها المولى جل في علاه. وقد جسد رسولنا وأسوتنا وقدوتنا هذا الكتاب على أرض